النادي الاهلي بيخلص في مهاجم افريقي وكمان مهاجم مصري، ايه الحلاوه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب الاهلاويه، قبل ما نقول اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي. هتقول لي مهاجم افريقي ازاي واحنا عندنا الاجانب مكتملين يا عم سمير؟ هتجيب مهاجم افريقي ازاي في المكان ده؟ حاب اقول لك ان كريس هيمشي من النادي الاهلي، وبكده هيكون في مكان متاح تحت السن ان انت تجيب فيه اي مهاجم افريقي. فالنادي الاهلي في الوقت الحالي بيخلص في مهاجم افريقي تحت السن. مين هو المهاجم؟ طب اسمه ايه؟ لحد دلوقتي ما نعرفش مين هو المهاجم، بس الاخبار اللي احنا سمعناها بتقولك ان في مهاجم افريقي جاي تحت السن وكمان كويس وبسعر غالي. بالنسبه للمهاجم المصري مين هو؟ حاب اقولك طبعا ان صلاح محسن خارج النادي الاهلي، وكلنا عارفين ان كولر مش مقتنع بصلاح محسن، فبكده صلاح محسن خارج النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه، وبكده هنكون عايزين بديل عنه. طب ما تقول لنا يا عم سمير مين هو بديل صلاح محسن ومين هو المهاجم المصري اللي هيجي النادي الاهلي؟ كان في اخبار بتقول لك ان النادي الاهلي بيخلص مع احمد اوف، بس رئيس نادي انبي طلع وقال لك النادي الاهلي ما كلمنيش على اي لاعب، فبكده مين هو هيبقى اللاعب؟ طب يا عم ما تقول لنا مين هو اللاعب، انت هتفضل تري كتير. حاب اقول لك ان اللاعب هو مروان حمدي. مروان حمدي مهاجم المصري، كلنا عارفين اللي حصل بين مروان حمدي وجميل المصري، فعلشان كده مروان حمدي بيفسخ عقده مع المصري بالطراد، والنادي الاهلي هيدخل في الصفقه، وان شاء الله من الممكن، من الممكن، مش بقول لك ده اكيد عشان مش تطلع تقول سمير قال مروان حمدي جاي النادي الاهلي وفي الاخر ما جاش، فاي خبر بيبقى موجود على الساحه بطلع اقول لك عليه، فمن الممكن مروان حمدي هو يكون المهاجم المصري اللي هيجي النادي الاهلي. بس كده، يلا سلام.